حب الحسين جنني، هل من منافس جنته؟ لبيك يا ابن الطاهرة. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. صارت إصابتي بيجي يوم 30/5/2015 فجرت عليه عبوة وفقدت بصري على أثرها. أنا بمنطحت وجو شالوني ربعي. أنا ذكرت موقف الإمام الحسين سلام الله عليه لما انطاح وما حد شاله. هنا الموقف هذا هزني وشعرت بمأساة الحسين سلام الله عليه الحقيقية، وما حد شاله. ظل الإمام الحسين بس زينب تفتر عليه، بس زينب سلام الله عليه تفتر عليه، ما حد بزعله. إنا لله وإنا إليه. الحجي أسد فت البصر، ليش جاي مشي هذا من البصرة الكربلة للإمام الحسين؟ والله يا عمي ما أقدر، أنا قضية الحسين ما أقدر، لو يشيلون الجنازة الله شاهد. أنا بالنسبة لي يسألوني أقول لهم أنا عيوني أسهل شيء الله سبحانه وتعالى أخذهن من عندي، أسهل شيء. قالوا قلت لهم أنا لين بقر رجلي أمشي بهن للحسين سلام الله عليه، وهي هذه هي النعمة ما بعدها نعمة، أني أروح مشياً على أقدام للإمام الحسين سلام الله عليه. أنا هذه السنة سادسة ونبقى نمشي للإمام الحسين، وإحنا تجارتنا ويا الإمام الحسين، وإحنا حقيقة لو ما خدام الحسين ذولا الواقفين ليل ونهار إنه ويخدمون ما نقدر نمشي عنهم إحنا، بس خدام الحسين الله يوفقهم. والله يعجز اللسان عن وصف الخدمة اللي يقدمونها إنه عمي خدام الحسين ما قصروا، مزاتهم على الله سبحانه وتعالى، يتاجرون ويا الإمام الحسين تجارة لن تبور. أنا الحمد لله والشكر عيوني أبسط شيء عندي راحت، بس والله قلتها بساعتها، قلتها فداء للزهراء وأبيها وبعليها وبنيها هذا النعيوني، وفداء للتراب اللي سحق اليد السيستاني برجليها المباركة. هذا الرجل رحمة للعالم بهذا الوقت، إجانا رحمة للعراق كله. الله يمد بعمره والله يطول بعمره ويحفظه، ذكر إن هذا الرجل. السلام على العيون الغائرات، السلام